ينضم إلينا مباشرة أيضا من رام الله الدكتور خليل أبو كرش، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية. أحييك سيد خليل. يعني عندما نتحدث حول ما يجري في غزة وفي الضفة الغربية من انتهاكات واضحة بحق الفلسطينيين، نتحدث حول أن الأمم المتحدة قالت في تقرير لها أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية المستمرة طبعا بإخلاء مناطق بعينها في قطاع غزة بالتحديد شردت حوالي 90% من سكان قطاع غزة. كيف يمكن توصيف هذه المعاناة بحق المواطنين في قطاع غزة أولا قبل أن ننتقل إلى تفاصيل أخرى؟ مساء الخير لك ولكل المتابعين والمشاهدين. يعني لا توجد كلمات ممكن أن تصف ما يجري في قطاع غزة، ولا يوجد في قاموس اللغة ما يستطيع أن يصف حقيقة المشهد على الأرض في غزة. يوميا وفي كل ساعة وفي كل لحظة تستمر آلة القتل الإسرائيلي باستهداف الفلسطينيين هناك، تقليص المساحات الآمنة، وبالأساس هو لا يوجد ولا يعد هناك مساحة آمنة حقيقية. كل جغرافيا غزة يجري استهدافها، عملية تجويع مركزية، عملية تعطيش مركزية، منع الإدخال كل أدوات الحياة ومقومات الحياة، وبالتالي هذا حصار مطبق، هذا حصار من البر ومن البحر ومن الجو، مضافا إليه استهداف عسكري شامل لكل قطاعات الحياة ولكل أشكال الحياة في غزة. ما يمكن أن نصفه يرقى إلى ما نسميه إبادة جماعية، وحرب الإبادة هذه تأخذ في وجهها كل شيء، كل أشكال الحياة. طيب هنا يعني طبعا هنا يعني ده هذا مؤشر خطر دق ناقوسه منذ 7 أكتوبر كما تعلم دكتور خليل. مؤسسات إنسانية، الأونروا، الأمم المتحدة أيضا كان لها يعني لهذه المؤشرات بأنها دقت ناقوس الخطر حول هذه الخطورة. في ظل الحديث حول ما يحدث من معاناة لأهالي قطاع غزة ومحاولة التهجير القسري لهم، المعاناة في الداخل، الشهداء الذي يبلغ عددهم يعني رقم كبير جدا لم يحدث حتى كما قيل في تاريخ الحروب مع عدد المصابين والجرحى، ما الذي يمكن أن يتم فعله؟ يعني ما الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي الآن؟ يعني بالتأكيد هناك دور مهم للمجتمع الدولي. هذا المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته وبالسردية التي يرفعها وبالمنظومة القانونية والحقوقية والإنسانية التي يعلي من شأنها، بالتأكيد هناك دور مهم. هذا الدور يتمثل بمزيد من الضغط على الاحتلال، بمزيد من الضغط على القوة العسكرية التي تحاصر الفلسطينيين في غزة، وبالتالي تجبره على إيقاف هذه الحرب، هذا أولا، تجبره على إدخال المعونات والمساعدات الغذائية والإعاشية والدوائية للفلسطينيين في غزة. هناك انتشار لأمراض هذه الأمراض غابت عن العالم لسنوات طويلة، مثل شلل الأطفال مثلا عاد مرة أخرى. نعم، شلل الأطفال وغيره من الأمراض التي تمكن العالم من مكافحتها عادت مرة أخرى إلى غزة. هذا لا يبشر بأي شكل من أشكال الحياة، وهذا يجعل المسؤولية الكاملة تقع على من يحاصر غزة ومن يقتل في غزة ومن يجوع ويحاصر الفلسطينيين في غزة. المجتمع الدولي الآن لديه سلطة ولديه إمكانية ولديه هدف، وهو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبالتالي هناك مؤسسات منوط بها هذا الموضوع وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي. نعم. مجلس الأمن الذي عقد أكثر من جلسة اتخذ قرارا بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار وفقا للرؤية الأمريكية، وأن يكون هناك إدخال للمساعدات، ولكن لغاية الآن لا يوجد أنياب حقيقية لهذا القرار. هذا نتيجة التوازنات الدولية ونتيجة للمساندة والمساعدة والوقوف المباشر الكامل الأمريكي إلى جانب إسرائيل في هذه الحرب. وهذا ما دفع يعني العالم، مؤسسات دولية، دول كبرى أيضا، دفعها بأن تقول بأن نتنياهو يأخذ المنطقة إلى حرب أوسع بالانتهاكات المستمرة في قطاع غزة، بجرائم الحرب في قطاع غزة، ويأخذ المنطقة برمتها إلى حرب موسعة. فكيف ترى هذه النقطة؟ يعني بلا شك أحد الخيارات المطروحة الآن هو الحرب الشاملة أو الحرب الإقليمية. الساعات القادمة ساعات حاسمة فيما يتعلق بفرص الوصول إلى صفقة أو الوصول إلى هدنة توقف هذه الحرب وتمنع الخيار الذي يوجد على الطاولة، وهو خيار الحرب الإقليمية.
عمليا. لذلك تأتي غدا جولة المفاوضات الموسعة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة لرأب الصدع، فكيف يعني ترى التوقعات؟ يعني لغاية الآن هناك تعنت إسرائيلي واضح، وهناك موقف إسرائيلي يأتي من المستوى السياسي وتحديدا من نتنياهو بمحاولة عرقلة هذه المفاوضات وجعلها تدور في حلقة مفرغة لا تصل إلى نتيجة. صحيح أن هناك ضغطا أمريكيا وحضورا أمريكيا كبير في المنطقة لمحاولة الوصول إلى صفقة، وصحيح أن الوسطاء سواء المصريين أو القطريين يبذلون جهودا موسعة وقوية في إطار حماية الشعب الفلسطيني ووقف هذه المجزرة، ولكن هذا يصطدم بالموقف الإسرائيلي المتعنت ومحاولة القول أن الوجود العسكري الإسرائيلي على محور فيلادلفيا هو وجود نابع من حاجة استراتيجية أمنية. عمليا هذا هناك تناقض في الموقف السياسي الإسرائيلي والموقف العسكري الأمني. المستوى السياسي يقول شيء والمؤسسة العسكرية تقول بشكل واضح أنه لا حاجة لوجود الجيش الإسرائيلي أو نقاط المراقبة على هذا المحور. هذا سيوتر العلاقة مع المصريين، هذا سيفتح الباب لإمكانية أن تبدأ اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية بالحديث عنها مرة أخرى بشكل أو بآخر، ولربما هذا يزعج المصريين كثيرا الذين يرفضوا بشكل أو بآخر أي تغيير في هذه الاتفاقية ويرفضوا أي وجود عسكري إسرائيلي. هذا من جانب. من جانب آخر لاحظ أن العملية التفاوضية لغاية الآن يعني لا تشير إلى ما يمكن أن يحدث نحو تقدم، خاصة أن الموقف الحقيقي لبنيامين نتنياهو لا زال متعنت ولا زال كما هو. التقارير الأخيرة التي تأتي من إسرائيل الآن وتقول أنهم من غير الوارد الذهاب نحو صفقة، هناك سوء في التقدير وهناك حالة من حالات الإيجابية والقول أننا وصلنا إلى تقدم. هذا التقدم نابع من الأمريكيين، الأمريكيين الذين يريدون الصفقة بشكل أو بآخر خدمة لأغراض أمريكية انتخابية، والحضور الأمريكي الآن في المنطقة يؤشر إلى ذلك. كما قلت لك في البداية عزيزي أولا، والخيار الآخر المطروح غير الصفقة هو خيار الحرب الإقليمية. طيب هو هون يعني كل هذا ما يحدث طبعا من تعنت وتصميم من قبل نتنياهو على الموضوع قدما في مسعاه نحو عدم وقف إطلاق النار، أدى كما قلت دكتور خليل كما هو معروف أيضا إلى انقسام داخلي في حكومة الطوارئ، حتى في الكابينت أيضا هناك انقسام في الوزراء الأمنيين حول ما يحدث أو ما يريده نتنياهو، حتى أنه قد ثارت حرب كلامية ما بين وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت ووزير الأمن القومي إتمار بن جفير على خلفية رسالة من رئيس جهاز الشباك لرئيس الحكومة نتنياهو حول العنف المنتشر في الضفة الغربية المحتلة، يعني فكيف يمكن الدفع قدما نحو هذه المعطيات، أو حتى يعني كيف يمكن أن تتوسع هذه الخلافات في ظل ما يقوم به نتنياهو؟ يعني أولا علينا أن نقرأ هذه الخلافات في حقيقتها وفي مؤداها النهائي. هذه خلافات مهنية بالدرجة الأولى. القرار النهائي في إسرائيل هو قرار نابع من المستوى السياسي، بمعنى أن الكل في النهاية سينضبط لما يقرره المستوى السياسي، ولكن هناك تحذيرات مركزية تأتي من المؤسسة الأمنية، من جهاز أمان، من جهاز الشباك. وفي الجلسة الأخيرة التي جرت في الحكومة عندما سأل رئيس الحكومة وزير رئيس الشباك ما الذي يجري في الضفة الغربية، قال له بشكل واضح أن لا يوجد شرطة في إسرائيل، وأن الشرطة الإسرائيلية وأن اليمين المتطرف وأن المستوطنين والإرهاب اليهودي هو الذي سيقود إلى انفجار الضفة الغربية. في هذه اللحظة انفجر إيتمار بن جفير المعروف بشعبويته والمعروف بآرائه وتوجهاته المتطرفة والذي يدافع بشكل، وهو الذي أمر بتسليح المستوطنين يعني في في القدس المحتلة خاصة. نعم، عمليا نحن نتحدث الآن عن كثافي في الاستيطان وكثافي في أعداد المستوطنين، وهذا يترافق معه بشكل دائم حالة من حالات العنف، بمعنى أن تواجد المستوطنين في أي جغرافيا وفي أي مكان وفي أي مناسبة تواجد عنيف، وهم مسلحين بشكل كامل ويتحولوا إلى ميليشيا. هذه الميليشيا تأخذ دور الجيش
وهناك ما نسميه في إسرائيل بإسرائيل الجديدة. هذه إسرائيل الجديدة التي يتحكم فيها هؤلاء المتطرفين، والذين يحاولون أن يحققوا رواية دينية توراتية باستعمال القوة والعنف، خاصة في الضفة الغربية. وهذا العنف يأتي على حساب الفلسطينيين وعلى حساب التسوية والسلام، وسيدخل المنطقة بشكل كامل وبشكل حقيقي في دوامة من العنف لتبدأ ولا يمكن التنبؤ بنهايتها. يعني هذه الخلافات الواسعة يزيد أيضا من شرارتها ما يقوم به أسر المحتجزين أو الأسرى الإسرائيليين سيد خليل من مظاهرات مستمرة. يعني وأنا وحديثك دكتور خليل الآن، هذه المظاهرات تستمر في تل أبيب من أجل إطلاق سراح الأسرى أو المحتجزين الإسرائيليين، فكيف ترى هذه الشرارة أيضا وما يمكن أن تؤدي إليه بجانب الخلافات الواسعة والمعمقة في حكومة الحرب الإسرائيلية؟ يعني أولا حول الخلافات في كل أقطاب الحكومة الإسرائيلية سواء السياسية أو الأمنية، الخلافات في حقيقتها هي خلافات مهنية حول كيف يمكن الوصول إلى أهداف الحرب وما هي الأدوات التي يجب أن نستعملها لتحقيق هذه الأهداف. هذا أولا. ثانيا، الخلاف ما بين المستوى السياسي والمستوى الأمني هو حول من يتحمل المسؤولية، وهذا خلاف حقيقي وخلاف كبير. من يتحمل مسؤولية الإخفاق الذي جرى في 7 أكتوبر؟ المستوى السياسي يدفع بشكل كبير ودائم لتحميل المؤسسة العسكرية نتيجة هذا الإخفاق. واضح ما تقوله من تفاصيل من رام الله. دكتور خليل أبو كرش الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا مباشرة، أشكرك سيدي.